السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في درس الدوال العددية. إذا الهدف من التمرين هذا هو ندرسو زوجية دالة لا باريتي دون فونكسيون. إذا زوجية دالة كتعني بأن غادي نشوفو واش الدالة زوجية ولا فردية، بير ولا امبير. إذا دائما في زوجية دالة خصنا نتحقق من جوج ديال الشروط. الشرط الأول هو ديال بور تو اكس ابارسيان ا دي موانز اكس ابارسيان ا دي. اذا هذا اول شرط اللي هو سواء الداله زوجيه او الداله فرديه خصو تحقق لي هذا الشرط هذا. اذا هذا الشرط هذا ديال لاسيميتري دو دي، يعني غادي نشوف واش دي سيميتريك بارابور ا زيرو ولا لا، واش دي متماثل بالنسبه للصفر او لا لا. والشرط الثاني بالنسبه للداله الزوجية فونكسيون بير خصني نلقى اف موان اكس كتساوي لنا اف دو اكس، وبالنسبة للفردية خصني نلقى اف دو موان اكس ايتيكال موان اف دو اكس. اذا دائما في البداية كنحددو مجموعة التعريف وكنتحقق من الشرط الاول، من الشرط الاول هذا. اذا الا كان الشرط الاول محقق كندوز للشرط الثاني، الا كان الشرط الاول غير محقق فصافي كنستنتج بان الدالة راها ليست بزوجية وليست بدالة فردية. إذا نبدأ بأول دالة. إذا نحدو مجموعة التعريف، دونك دي ديال اف إيتيكال، إذا إكس كتنتمي لآر. هنا كندير الشرط، إذا الشرط دائما المقام يخالف الصفر وما بداخل الجذر يخالف الصفر، هادو هما الشروط اللي كنستعملو. إذا المقام يعني إكس ديفيرون أ زيرو، إكس ديفيرون أ زيرو، دونك دي ديال إف كتساوي لنا إر موان زيرو، وبيان كنسميها إر إطوال، يعني إر ما عدا العدد صفر. إذا دابا ندوزو للشرط الأول. إذا إر إطوال سيميتريك، يعني الشرط الأول محقق. Donc pour tout x appartient à R étoile, fois moins x appartient à R étoile. Short tani f dl moins x est égal. Idar kana wudu f dalla. Idar kana wudu x. Idar moins x carré moins 1 ala moins x. إذا ناقص x أو كاري هي x أو كاري موانزا سور x. هاد ناقص لهنا كنطلعها لهنا. إذا شنو غادي تساوي هاد التعبير هذا؟ راه هو f دو x، إذا موان f دو x. إذا f est une fonction impair، f est une donc f est une fonction impaire. Dalla tsania idan nafs amalia d ديال f. idan d ديال f كنشوف لي كونديسيون ديكزيستونس، فعندنا واحد المقام اذا اكس ديفيرون ا زيرو. اذا بحال الداله الاولى، يعني ان دي ديال اف، دونك دي ديال اف ايتيكال ار ايطوال، يعني ار موان زيرو. دونك الكونديسيون الاول، دونك بور تو اكس ابارتيان ا ار ايطوال، موانز إكس أبارتيان أر إطوال. إذا الشرط الأول هو شرط محقق. الشرط الثاني إف دو موانز إكس، إذا كنعوضو إكس بناقص إكس، إذا ناقص إكس كاري زائد واحد على ناقص إكس. إذا
واحد ناقص اكس كاري هي اكس كاري، واحد على اكس نطلعو ناقص الفوق درجة هي ناقص واحد على اكس. اذا الى عملنا بناقص فتعطيني اكس كاري او ناقص اكس كاري، نعمل بناقص واحد اذا زائد واحد على اكس. اذا هذا التعبير هذا فراه ماشي هو اف دو اكس، اذا ديفيرون ا موان اف دو اكس. اذا اف دو موان اكس ما كيساويش اف دو اكس وما كيساويش ناقص اف دو اكس، دونك اف ايت اون فونكسيون ني بير ني امبير. اذا الداله ف راه هي ما هي زوجيه ما هي فرديه. اكزرسيس 3 إذن دي ديال اف ايت ايغال اكس ابارتيان ار لا كونديسيون ديكزيستونس، إذن المقام يخالف الصفر. إذن اكس كاري موان زان تخالف الصفر، يعني عندنا اكس كاري كتخالف واحد، إذن تكافئ ماذا؟ تكافئ ان اكس تخالف واحد x ديفيرون ا موان زان. هنا خصني نتابع، الا درنا x كاري ديفيرون فهنا كتكون اي، يعني هاد الشرطين خصهم يتحققوا بجوج. الا كانت x كاري ايتيغال فهنا كندير x ايتيغال ا او بيان، يعني يكفي تساوي لنا عدد فيهم، او بيان x ايتيغال ا موان زان. هنا خصهم بجوجهم خصها ما تساويش ناقص واحد وما تساويش واحد. إذن دي ديال اف ايتيغال ار موان هادو كيتسماو لي فالور انترديت، إذن موان زان ان. إذن الشرط الأول محقق، دونك بور تو اكس ابارتيان ا دي ديال اف ناقص x ابارتيان ا دي ديال f. اذا لاحظوا بان الفالور انترديت هما عددان متقابلان دو نوم اوبوزي. الا كانت عندنا لا فالور انترديت غير عدد واحد اوتوماتيكمون عدد واحد من غير الصفر بطبيعه الحال. الا كانت مثلا ديت f كيساوي لنا r ناقص اي عدد خمسة مثلا، فديت f ما كتكونش داله، ما كتكونش يعني واحد المجال، يعني ما كتكونش سيميتريك بارابور ا زيرو. علاش؟ يمكن لك تاخد غير ناقص خمسة وتقول ناقص خمسة راه كتنتمي لديت اف، اذا وخمسة راه ما كيتنتميش لديت اف. اذا دائما ديت اف كتكون سيميتريك الا كان عندنا اما ار اما ار ايطوال واما لداخل كاين دو نومبر، ملي كنلقى دو نومبر كنلقاهم اوبوزي، موان سانك و سانك، موان زان و ان، موان دو و دو. هادي كملاحظة باش تعرفوا الدالة واش سيميتريك ولا، باش تعرفوا مجموعة التعريف واش سيميتريك وبيان نو بالنسبة للزيرو. إذا الشرط الأول محقق، كيبقى لنا الشرط الثاني اف ديال ناقص اكس. إذا كنعوضو اكس بناقص اكس، إذا هنا دائما ناقص اكس أو كاري موان زان. القيمة المطلقة ديال ناقص اكس هي القيمة المطلقة ديال اكس على اكس كاري موان زان، هنا كاري بير. إذن إتيكال اف دو اكس، دونك اف إتون فونكسيون بير. نشوفو الحالة الموالية، دي ديال اف ايت ايغال اكس ابارتيان ا ار، اذا لا كونديسيون ديكزيستونس راسين كاري، اذا ما بداخل الجذر اكبر او يساوي صفر. اذا هنا كيعطينا واحد لينيكواسيون، اذا اللي حل هذه المتراجحه فخصني ندير جدول الاشاره. اذا كندير لوطا
de sin. إذا موان إكس كاري. إذا نحل المعادلة باش نلقى الحلول. إذا إكس كاري إت إيكال أ، إكس كاري إت إيكال أ كيعني بأن إكس إت إيكال أ، أو بيان إكس إت إيكال أ موان زان. دونك غتجي إما الجذر ديال واحد ولا ناقص جذر د واحد، والجذر د واحد هي واحد. إذا دو سوليسيون. إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية كتقبل حلين. إذا الإشارة ديالها كتكون خارج الجذرين، خارج لي غاسين، كتكون إشارة أ. إشارة أ هي المعامل ديال ناقص إكس ديال إكس كاري، هي ناقص واحد في هاد الحالة. إذا غتكون هنا ناقص، هنا ناقص، هنا زائد. إذا شنو هو المجال؟ هو عندنا بوزيتيف، يعني كناخد هاد الجزء هذا. دونك دي ديال اف كتقال موان زان ان. دونك عندنا اكبر او تساوي، يعني كيكون لانترفال فيرمي. اذا دابا هذا الشرط الاول، الشرط الاول او هذا ديت اف. اذا الشرط الاول، اذا بور تو اكس ابارسيان دي ديال اف موان إكس أبارسيان دي ديال إف. إذن هاد لانترفال، هذا لانترفال إي سيميتريك بارابور أ زيرو، متماثل بالنسبة للصفر. إذن يمكن لي نرسمو، عندنا الصفر وعندنا لانترفال هذا اللي هو من موان زان حتى الآن. إذن إلا خديت أي عدد أي إكس كينتمي لدي ديال إف، فغنلقى لوبوزي ديالو كينتمي لدي ديال إف. إذن الشرط الأول محقق. دابا الشرط الثاني، f ديال موان x إتيكال إذا خاصين أن موان موان x كار. إذا خاصين أن، إذا ناقص x لكل أو كاري، ناقص كتمشي مع العدد اثنان مع الأس، إذا كيبقى لنا x أو كاري، وهذه كتساوي لنا f ديال x. إذا هذه دالة زوجية، f إتون فونكسيون بير. إذا ندوزو للدالة الموالية. إذا دي ديال اف إذا فلدينا مقام، إذا هذاك المقام خصو يكون كيخالف الصفر. إذا إكس كاري بلس 5 كنحلو هاد المعادلة. إذا إكس كاري إتيكال أ موان 5. إذا إكس كاري عدد موجب، موان 5 عدد سالب، إذا إمبوسيبل. دونك سوكي إمبوسيبل. شنو كتعني هاد إمبوسيبل؟ كتعني بأن إكس كاري ميمكنليش تساوي ناقص واحد، كتعني بأن هاد الشرط هذا راه دائما محقق. يعني إكس كاري زائد خمسة راه دائما تخالف الصفر، وبالتالي دونك إكس كاري بلس أن ديفيرون أ زيرو إي توجور فيريفي، يعني الشرط دائما محقق. دونك دي ديال إف إتيكال أ إخ. إذن pour tout x appartient à d ديال f moins x appartient à d de f، لأن مجموعة التعريف هي r، وبالتالي الشرط الأول محقق. الشرط الثاني، f دو موان x كنعوضو، إذن هي جوج ناقص x أس ثلاثة. دائما ندير الأقواس، ندير العدد داخل الأقواس زائد خمسة. إذا ناقص إكس أس ثلاثة هي ناقص إكس أس ثلاثة، نحيد الأقواس، هترجع ناقص جوج إكس أس ثلاثة على ناقص إكس كاري هي إكس كاري زائد خمسة. إذا هذا التعبير هذا هو
f de x. Donc, moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. إذن الدالة الموالية دونك نحدو دي ديال اف. إذن لدينا جذر. إذن ما بداخل الجذر أكبر يساوي أو لا أكبر يساوي زر. إذا لاحظوا معي بأن هذا الشرط هذا مكون من ناش عندنا جوج إكس كاري اللي هو عدد موجب زائد 4 اللي هو عدد موجب فدائما كيكون أكبر أو يساوي صفر. هذا الشرط هذا دائما محقق. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأنه دونك دي ديال إف إتيكال أر. دونك هاد الشرط هذا دائما محقق سواء كانت إكس عدد سالب ولا إكس عدد موجب. علاش؟ لأنه عندنا مجموع عددان موجبان هما دائما كيكون عدد موجب وهذا أكبر قطعا من صفر لأن إكس وخا يساوي الصفر فأربعة دائما أكبر قطعا من الصفر. إذا هاد الشرط هذا دائما محقق. إذا إف إتيكال أر. إذا نشوف الشرط الأول. الشرط الأول دائما في هاد الحالة راه محقق بوغ تو x appartient à R moins x appartient à R ou bien à DF f de moins x. Et donc, la valeur absolue d'IL moins x moins racine de moins x au carré plus 4. Et d'aïman, le qu'aïman moutlaqa d'IL x raka tsaouna le qu'aïman moutlaqa d'IL naqis x وما تساويش بطبيعة الحال x إلا لكانت x كنعرفو عدد موجب. أما في الحالة العامة دائما كتبقى بهذا الشكل هذا. إذا القيمة المطلقة ديال x ناقص جوج ناقص x لكل أو كاري إذا هي x أو كاري زائد 4. إذا f دو x. إذا شنو كيعني f إت أون فونكسيون polynôme est une fonction paire. Et donc, la dernière dalla. Donc, on a df de la. Et donc, x appartient à R. Jadr. Et donc, ma bidachil jadr akbar yusawi 0. إذا شنو كتعني هذا؟ كتعني بأن مجموعة التعريف إذا x أكبر من صفر إذا هو لانترفال 0 بلس لانفين. إذا هنا كيبان بأن الشرط الأول غير محقق. علاش؟ إلا خدينا دونك إلا خدينا مثلا 3 أبارتيا الدي ديال اف. إذا 3 راه كينتمي للدي ديال اف مي دونك قلنا 3 appartient à DDF, mais moins 3 n'appartient pas à DDLF. Et donc, là, le chart, il y a un عدد, mais qui s'est fait ce chart, pour nous dire que le chart est le premier محقق. Et donc, F est une fonction, donc, ni paire, ni un père.